أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بودكاست أعلام، معي أنا عبد الله الفرادي. طبعا هناك من يترك قبل رحيله بصمة في العالم ويخلف أتباع ونظام وسياسة، ومن ينقذ ويسيطر، يهدم دولة ويدير أخرى، شخصيات لها أثر عظيم كعلي عزة بيجوفيتش. هذا العلم هو محل النقاش والحديث في حلقتنا هذه من بودكاست أعلام، هذا القائد البوسني والمفكر المسلم الذي سطر التاريخ بإنقاذه المسلمين البوشناق من أهوال الحرب، وأهدى لهم دولة ذات سيادة واستقلالية معترف بها دوليا، ما دفع بأنصاره لتلقيبه بالقائد الحكيم، وهو القائل: لم أستطع الكلام ولكني استطعت التفكير، وقررت استغلال هذه الإمكانية حتى النهاية. علي عزة بيجوفيتش لم يكن رئيس جمهورية عادي كباقي الرؤساء، بل كان أديبا ومفكرا وفيلسوفا معارضا بارزا. ولد في مدينة بوسانسكي ساماتش عام 1925. كانت عائلته مكونة من أبيه مصطفى وأمه هبة، بالإضافة إلى 5 أبناء علي أكبرهم. تنحدر عائلته من أسر مسلمي البوسنة والهرسك الأرستقراطيين الذين فروا من بلغراد إلى البوسنة والهرسك عام 1868 ميلادي. كان والد علي عزة بيجوفيتش محاسبا، ومن عائلة على درجة كبيرة من الثراء، ويملك تجارة واسعة في بلدته الصغيرة. أثناء خدمته في الجيش النمساوي المجري تعرض لإصابات خطيرة جعلته حبيس الفراش فترات طويلة جدا، ويقال حتى أنها تقارب 10 سنوات. تبددت التجارة في ظروف غامضة، وأعلن إفلاسه عام 1927 ميلادي، ربما بسبب الحالة الصحية التي ألمت به والتقاعد. طبعا العام التالي من الإفلاس انتقلت العائلة إلى العاصمة سراييفو لإلحاق أبنائها وبناتها بالمدارس. في هذه المرحلة العمرية كان تأثر علي عزة بأبيه لتشكيل حياته الفكرية قوي بشكل واضح، حيث لاحظ الاحترام الجم لأبيه من أقاربه وتقديرهم لحكمته. كانت قراراته تحمل على محمل الجد والتقدير، وكان الجميع يثنون على حكمته وعدله. أيضا كان لأمه دور كبير في تشكيل علي عزة، فقد كانت رقيقة وعطوفة في جانب كبير، وأيضا على جانب عظيم من التدين، والتقى ما يجعله يعتقد التزامه الديني والأخلاقي جاء من ناحيتها، حيث يقول: كانت أمي تحرص على قيام الليل وقراءة القرآن حتى يحين موعد صلاة الفجر، فتوقظني لنذهب معا إلى صلاة الجماعة في المسجد القريب من بيتنا. كنت في ذلك الوقت بين السنة 12 والـ14 من عمري، لم يكن من السهل علي أن أغادر دفء الفراش في هذا الوقت المبكر، وكنت أقاوم في بادئ الأمر، ولكني كنت أشعر بعد العودة من المسجد بارتياح كبير وسعادة من هذه الخبرة المثيرة، وخصوصا في فصل الربيع. كنت أعود من المسجد سعيدا منشرح الصدر، وقد استقر هذا الانطباع في أعماق نفسي واضحا مشرقا في وسط ضباب كثيف من الخبرات الأليمة التي أحاطت حياتي عبر السنين. في مراهقته كان الفكر الشيوعي يتحرك بقوة وسرية بين الشباب، وكانت الغواية قوية، وكان من السهل على صبي قليل الخبرة أن يقع فيها. لكن عشق علي عزة للحرية والديمقراطية والجذور الدينية التي انغرست في فطرته مبكرا عصمته من الانزلاق، حيث يقول عن هذه الفترة: انتصرت الفطرة في النهاية، فقد كنت أؤمن أن الرسالة الأساسية للدين هي المسؤولة، وفي ذلك يتساوى الملوك والأباطرة مع عامة البشر، فإن لم يكونوا يخشون القانون والشرطة لأنهم يملكون القانون والشرطة بأيديهم، إلا أن مسؤوليتهم أعظم وأخطر أمام الله. وقد بدت لي فكرة أن الكون بلا إله هو كون لا معنى له، لذلك لم يستمر ترددي وشكوكي طويلا، فقد برئت منها في غضون عام أو عامين، ليعود مرة أخرى إلى ينابيع الإيمان الصافي
الذي يغمر قلبي وعقلي. بدأ علي عزت بيجوفيتش يتجه إلى العمل الإسلامي في فترة دراسته الجامعية، حيث أنشأ جمعية مع مجموعة من الشباب باسم جمعية الشبان المسلمين، وأرادوا تسجيلها وفقا لقوانين الجمعيات اللي كانت معمول بها في ذلك الوقت، لكن لم يتم تسجيلها نظرا لتلاحق الأحداث المعاكسة حينها. يصف لنا علي عزت أوضاع العالم الإسلامي في تلك الفترة قائلا: عندما ظهرت حركة الشبان المسلمين في أوائل الأربعينيات كان العالم الإسلامي في حالة بائسة، فأكثر بلاد المسلمين كانت ترزح تحت الاحتلال العسكري والاقتصادي. كنا نشعر أن الإسلام يستحق وضعا أفضل مما هو عليه، وأن الحاجة ماسة إلى إبراز جوهره الصافي وتمكينه من الانعتاق والانطلاق في عالم الإصلاح والتقدم. بهذه الرؤية التي يحملها علي عزت للإسلام، انتشرت دعوة الشبان المسلمين في أوساط طلاب الجامعات والثانوية، وأصبح لها مؤيدون بالمئات في كل مدينة وبلدة في أنحاء البوسنة والهرسك. لم يكن سعيهم لنشر الدين الإسلامي بالأمر السهل، فقد حاول الشيوعيون في بداية الأمر استمالة فكرهم ومنع نشاطهم الفكري والإعلامي، وذلك من خلال أساليب كثيرة، من خلال تلفيق التهم والزج بهم في السجون. يقول علي عزت بيجوفيتش: يدخل الإنسان في السجن امتحانا صعبا، السنوات الطويلة من العزلة والمنع من الخروج بدون أن تبدو علاقات الانفلام وفتور الهمة لا يتحملها إلا الإنسان الذي يملك روحا قوية، وهذه إشارة على غناه، وبالرغم من جميع الصعوبات لم تكن حياته الداخلية مملة، وإنما حتى في العزلة يقدر أن يتسلى بأفكاره ولعبة الفانتازيا، وبينما يكون داخل شبكة إلا أن روحه تكون مع أحبائه، ويمكنه في الخيال أن يشاهد عرضا مسرحيا أو أن يرحل إلى بلاد بعيدة. كان السجن الذي فتح أبوابه للبوسني الثائر وهو في ربيعه العشرين أحد بوابات ترسيخ هويته الحضارية والدينية ونضاله الوطني، واستطاع علي عزت أن يحول سنوات سجنه إلى تجربة فكرية ملهمة. سجن عام 1946 ميلادي لمدة 3 سنوات بسبب علاقته بجمعية الشبان المسلمين. خرج بعدها تقريبا بقرابة 3 سنوات وتزوج من فتاة كان يعرفها منذ صباه، السيدة خالدة التي صاحبته طوال حياته بحلوها ومرها، وساندته بالحب والصبر، وأنجبت له بنتين وولد، بكر وليلى وسابينة. وفورا عاود ممارسة نشاطه في جمعية الشبان المسلمين المحظورة، حيث كان يكتب بعض المقالات لمجلة اسمها مجاهد، كانت توزع سرا، لكن لم يدم هذا الحال طويلا، لم تزل عمليات الاعتقال مستمرة، حيث بدأوا باعتقال صديق علي عزت حسن بيبر، وتعرض لضغوط كثيرة وتعذيب شديد ليعترف بأن رفيقه علي عزت عاد للجمعية، وحكم على حسن بالإعدام رميا بالرصاص. دوهمت المنازل واعتقل الناس، وتم الاستيلاء على أوراق ومستندات الجمعية، وتم تدمير الجمعية تدميرا كاملا. ثم بعد عام 1983 ميلادي ألقي القبض على علي عزت و12 من النشطاء البوسنيين بتهمة الثورة المضادة، وكانت وثيقة الاتهام ملفقة جاء فيها بشهود زور، ورغم ذلك حكمت المحكمة بالسجن 14 عام. دافع علي عزت عن نفسه وزملائه في هذه القضية دفاعا منطقيا، فند فيه الأدلة وكشف عما فيها من افتعال وجهل وما تنطوي عليه من مخالفات صريحة، ولكن هدف القضاء على الفكر الإسلامي كان أقوى. انتقدت منظمات حقوق الإنسان الغربية الحكم، مما دفعهم إلى تخفيض الحكم ل 12 عاما. وفي عام 1988 ميلادي، وعندما تعثر الحكم الشيوعي في البوسنة والهرسك، تم العفو عنه وأفرج عنه بعد ما يقارب من 5 سنوات قضاها في السجن، وكان وضعه الصحي قد تعرض لمضاعفات، حيث يقول: عندما واجهت إمكانية أن أقضي حياتي كلها خلف القضبان وأن أموت بين المحكومين، ذكرت نفسي حينها بالمبدأ الأساسي ألا وهو الثبات والاستمرارية، فلقد احتفظت بعقل سليم، وكان الأطباء يقولون إني صحيح الجسم أيضا. ومرت السنون ولم ألمس في نفسي فتورا في إرادتي
في بقاء على قيد الحياة. لم يكن علي عزت حالما، بل كان واقعيا تقبل ظروفه وتكيف بمهارة معها، وكانت تجربة صعبة ولكنها ساعدته. كان السجن اختبارا على التمسك بمبادئه ومعتقداته. التحولات والمناخ السياسي السريع وانهيار النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي الذي من بعده توالت الانهيارات في الأنظمة الشيوعية لدول شرق أوروبا ساعدت بالإفراج عن علي عزت بيغوفيتش، وكان عليه بعد خروجه من السجن أن يتعامل معه من منظور جديد. لم يعد علي عزت مناضل أو مفكر من أجل الحرية، وإنما وجد نفسه قائد وزعيم للشعب يثق به ويريد أن ينتزع حريته ويدافع عن كيانه وهويته في مواجهة الأخطار. وأشرقت بشائر الأمل وعدت للحياة من جديد، في خطوتي أمل، في نظرتي أمل، في ساعدي عمل وفي فمي نشيد. وأشرقت بشائر الأمل وعدت للحياة من جديد. خرج علي عزت بيغوفيتش من السجن ليجد نفسه أمام جمع غفير وشعب يتطلع أن يكون قائدهم، فيختار ليكون رئيسا لحزب العمل الديمقراطي ثم رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك. وفي هذا يقول: انتصر حزب العمل الديمقراطي في انتخابات نوفمبر عام 1990 ميلادي، ووجدت نفسي من البداية زعيما للحزب، مع أنني لم أفهم أبدا لماذا اختاروني زعيما. لقد كنت أفكر بيني وبين نفسي، إذا كنت أنا مع ما في من عيوب هو أفضل الجميع، فما هو حال الباقين؟ لعل الأمر على غير ما أظن، وأنه ليس من الضروري أن يكون الزعيم هو الأفضل، بل من يتمتع بعيوب كبيرة، فإذا كان الأمر كذلك فإن عندي الكثير من العيوب. تم إعلان قيام حزب العمل الديمقراطي في 27 مارس 1990 ميلادي. الحزب أعلن إعلان صريح واضح بأن عضويته مفتوحة لجميع الذين أعلن أنهم ينتمون إلى الثقافة الإسلامية والذين يؤيدون برنامج الحزب. وجاء في خطاب علي عزت بيغوفيتش بمناسبة افتتاح الحزب، وأراد من خلاله أن يوضح لجماهير البوشناق بصفة أكيدة أن هذا الحزب يمثل نقطة انطلاق فكري وسياسي جديد وليس استمرارا للعهد البائد، قائلا: إن المحاولة الكبرى لخلق جنة أرضية بدون إله وبدون إنسان وبالتأكيد ضد الله وضد الإنسان معا، هذه المحاولة قد انتهت إلى غير رجعة بفشل كامل. هنا انفجرت القاعة بتصفيق حاد وطويل ودموع فرح، مدركين أن صفحة جديدة من تاريخ البوشناق قد بدأت. وبدأ القائد الشجاع يخوض حربا ضروس شنها المعتدي الصربي الغاصب في ظرف ينعدم فيه حقيقة التكافؤ ما بين جيش من أعتد جيوش أوروبا وشعب أعزل كان عليه أن يبني قوة عسكرية من الصفر، ناهيك عن مواجهة كوارث أخرى كالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب والقتل والتشريد والتجويع والحصار الدولي وصمت أوروبا وتواطؤها حتى مع الصرب حينا أخرى. ولكن الحزب نما نموا سريعا في أنحاء البلاد، وأنشئت فروع للحزب في كل مدينة. كان علي عزت في حركة دائبة وسفر متصل، يخاطب الجماهير دون كلل أو ملل، أثبت أنه يتمتع بقدرات مميزة في إدارة المفاوضات وفي التعبير عن شعبه وطموحهم، واستخدم كل السبل الدبلوماسية لذلك. وتمكن أيضا من كشف نفاق أمريكا والدول الأوروبية وتحيزها ضد المسلمين والبوسنة بالتحديد. كان حريصا أشد الحرص أن يلتزم الجيش والشعب بأخلاقيات الإسلام، حيث قال في خطابه عام 1993 ميلادي: إن الله ابتلانا بتحدي مؤلم، لقد تم ذبحنا وقتلت نساؤنا وأطفالنا ودمرت مساجدنا، ولكننا لم ولن نقتل النساء والأطفال ولن ندمر الكنائس، لأننا نبذل جهدنا كي نكون شعبا محترما في خضم وضعنا الصعب، ولأن القرآن الكريم الذي نؤمن به يمنعنا من ذلك. تعرض البوسنيون إلى مذابح كان أكثرها وحشية مذبحة سربرنيتشا، إلا أن العالم استمر في غض الطرف عن فظائع الحرب في البوسنة.
لكن المجتمع الدولي نجح بضغطه على توقيع اتفاقية دايتون للسلام، واللي حصلت عام 1995 ميلادي، والتي أدت إلى انتهاء الحرب أخيراً. تمكن أخيراً علي عزة بيجوفيتش أن يحقق نصراً حضارياً إسلامياً في مواجهة غرور القوة الأوروبية الغاشمة، واستطاع أيضاً أن يقود شعبه وأن ينقذهم من الهلاك والقتل رغم سوء وضعه الصحي، واستمر أيضاً في قيادة بلاده حتى تعافيها من آثار الحرب. ثم بعد ذلك قرر اعتزال الرئاسة والحياة عام 2000 ميلادي. أسهم علي عزة إسهاماً جليلاً في الفكر الإسلامي والإنساني من خلال كتبه، وأهمها الإسلام بين الشرق والغرب، وكتاب هروب نحو الحرية، وكتاب البيان الإسلامي. لقد آمن بالإسلام والرسالة الإنسانية إيماناً عميقاً واحتياج البشرية لها. قدم الإسلام بصفته طريقاً للوسطية بين المادية العمياء والروحانية العرجاء، فالإسلام هو الطريق الذي لا يشطر الذات الإنسانية شطرين. توفي علي عزة بيجوفيتش عام 2003 عن عمر ناهز 78 عاماً، وذلك بسبب تدهور الحالة الصحية، فرحم الله قاهر بربرية الحضارة بإيمانه الإسلامي وأفقه الإنساني. يقول علي عزة بيجوفيتش: السؤال لا تعرف الثقافة سوى السؤال، ومهما يتعاظم عدد الأسئلة إلا أن كميتها لا تتكشف في لغز كبير للحياة البشرية والتاريخ، وفي الوقت نفسه فإن الأجوبة لا تقل، أسئلة كثيرة وأجوبة أقل، وبهذا يمكن تقدم الثقافة الإنسانية. هل سعى علي عزة بيجوفيتش للعدالة بالمفاوضات والحلول السلمية اللي هي من الحلول المفضلة بالإدارات السياسية؟ هل تعتقد أن تجربة السجن أحدثت فارقا كبيرا في حياة وذات علي عزة؟ وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا المميزة هذه من بودكاست أعلام. كنت معكم أنا في التقديم عبد الله الفراتي، وهذه الحلقة من إعداد بيلسان وإشراف عام عبد الله الفراتي، وفي المونتاج والهندسة الصوتية ماريا محمد. إذا كان عندك مقترحات أو موضوع حابب نتناقش فيه عزيزي المستمع، تقدر تشاركنا به من خلال البريد الإلكتروني الموجود بالوصف. لا تنسى تشارك الحلقة مع من تحب. شكرا لوقتك، ونراكم على خير إن شاء الله.